نجم باك ستريت بويز يغني في حفلة لمعجبة على فراش المرض. يتصدر الترند نجم فريق باك ستريت بويز الشهير نيك كارتر بفيديو مؤثر من حفله الأخير الذي أحيا في فرانكفورت بألمانيا قبل أيام ضمن جولته العالمية هو أيام، عندما حقق أمنية معجبة بالغناء لها وهي على فراش المرض. إذ حضرت الحفل بالتنسيق مع إحدى المنظمات الإنسانية التي تعمل على تحقيق الأمنيات الأخيرة للمرضى، حتى تمكنت من لقاء نجمها المفضل الذي غنى لها خصيصا أغنيتها المفضلة. الفيديو نشرته صفحة رسمية لباك ستريت بويز عبر إنستغرام اليوم وحقق تفاعلا واسعا، وعلق كارتر على الفيديو قائلا: نحن نعيش لأجل لحظات كهذه.